نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم نبدأها بالعناوين. 225 قتيلاً بقصف للنظام وروسيا على مناطق شمال غرب سوريا. موقع المونيتور الأمريكي يكشف غاية روسيا من توسعة مطار حميميم العسكري غربي سوريا. وشركة دنماركية تقبل حكم إدانتها بخرق العقوبات الأوروبية على سوريا. مرحبا بكم. في إحصائية لعام 2021 تحدث الدفاع المدني عن استمرار النظام وروسيا بانتهاكاتهما بحق المدنيين والتي تخلف عشرات الضحايا، كما أوضح الدفاع في تقريره. تسببت كورونا بوفاة العشرات أيضا، داعيا المجتمع الدولي للاهتمام بالمنطقة. التقرير والتفاصيل. أرواح السوريين في عام 2021 ضحية للحرب وكورونا، عنوان لإحصائية الدفاع المدني هذا العام، وهو أحد عناوين كثيرة تشرح الواقع المرير الذي يعيشه السوريون منذ 10 سنوات. رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 6 آذار عام 2020، إلا أن انتهاكات نظام روسيا لم تنقطع شمال غرب سوريا. الدفاع المدني كشف في تقريره أنه منذ بداية العام استجابت فرقه لأكثر من 1300 هجوم من قبل النظام وروسيا، استخدمت فيها أكثر من 7000 ذخيرة متنوعة. التقرير وثق 1000 هجوم بالقذائف المدفعية و123 هجوما صاروخيا، إضافة ل34 هجوما بالصواريخ الموجهة و8 هجمات بالطائرات المسيرة والمئات من الهجمات بأسلحة أخرى. تصعيد النظام وروسيا على مناطق شمال غرب سوريا خلف 225 قتيلا، بينهم 65 طفلا و38 امرأة خلال 2021. أما الانفجارات والتي كان لريف حلب النصيب الأكبر منها، فقد تسبب بمقتل أكثر من 91 شخصا، بينهم 15 طفلا وسبع نساء، وأدت إلى إصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم 55 طفلا. يروح يفجرون عندهم مدنية، هنا يابا مدنية شنو البي هنا؟ خردوات، تصليحات، هل عنده شغلة؟ هل عنده عملة؟ ولكي يزداد طين المخيمات بلة ويتطابق المثل مع الواقع، يزيد كورونا وباء العصر أوجاع السوريين شمال غرب سوريا بالتزامن مع هجمات نظام وروسيا بحسب التقرير. وفيات كورونا خلال 2021 بحسب الجهات الطبية العاملة في شمال غرب سوريا بلغت أكثر من 1950 حالة وفاة موثقة، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 72 ألف إصابة بالفيروس. عام ينقضي وعام يقبل، وما زال السوريون يحلمون بانتهاء مأساتهم ورحيل من كان سببا فيها. كشف موقع المونيتور الأمريكي في تقرير نشره عن غاية روسيا من توسعة وتحديث مطار حميميم العسكري غربي سوريا، معتبرا أنها استعدادات لمواجهة محتملة مع حلف الناتو. وذكر التقرير أن روسيا بدأت بتوسيع قاعدتي حميميم وطرطوس بعد موافقة رسمية من نظام الأسد على بروتوكول نقل أراض ومناطق مائية إضافية لسلطة موسكو عام 2020، مشيرا إلى أن إنشاء تهديدات ممنهجة على الجانب الجنوبي من حلف شمال الأطلسي وتحديدا في سوريا هي خطوة من الروس لإجبار الحلف على عقد مفاوضات جديدة. وينضم إلينا من غازي عنتاب الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ محمد سالم. أهلا بك أستاذ. بحسب التقرير فإن روسيا تسعى لمواجهة الناتو على الأراضي السورية، برأيك ما مدى دقة هذا التحليل؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام.
يعني لا أظن أن روسيا تسعى إلى مواجهة الناتو. لا أحد يتحدث اليوم عن مواجهات يعني منذ الحرب العالمية الثانية، لا أحد يتحدث عن مواجهات بمعنى المواجهات الساخنة، ولكن نعم هي بالتأكيد نوع من الحرب الباردة وتحقيق نوع من التقدم على الأراضي أو نوع من الردع للطرف الآخر. كل من يأخذ مكانا على جغرافيا مهمة مثل الجغرافيا السورية فهو بالتأكيد يؤثر على الطرف الآخر. سوريا ليست مكان غير مهم، بالعكس سوريا على يعني جغرافيا مهمة، اتصال أو على منطقة التواصل ما بين الشرق الأوسط وأوروبا، وبالتالي هي موقع مهم، وهذا الذي دفع روسيا إلى أن تتقدم فيها وأن تحاول أن تستثمر في وجودها فيها لمنع الناتو من مد نفوذه في هذه المنطقة. وبالأساس هي استغلت أصلا ضعف الاهتمام الأمريكي النسبي فيها، لأن الأمريكان طبعا يحاولون التوجه شرقا إلى مواجهة الصين. طيب، تحدث الموقع عن إعطاء بشار الأسد صلاحيات لموسكو بالتصرف بالأراضي والمياه السورية، ما مدى خطورة ذلك في المستقبل؟ لا شك أن هذا أمر خطير، يعني هذا يمثل توكيلا وإعطاء صلاحيات لاحتلال يعني للأراضي السورية، وتخلي تماما عن كل سيادة للدولة السورية، وبالتالي عمليا النظام يناقض تماما ما يدعيه من مزاعم وشعارات حول قضايا السيادة، هو يسلم طوعا مقادير البلاد إلى القوى الأجنبية خاصة روسيا وإيران. أستاذ محمد، كيف ستنعكس خطوات موسكو بإنشاء تهديدات جنوب الناتو على علاقتها مع الحلف ومفاوضاتهم؟ سوف تنعكس مزيدا من التوتر الذي سيفضي غالبا إلى نوع من التوافق الهش بين الطرفين، خاصة ما نشهده من توتر في موضوع أوكرانيا. روسيا تحاول أن تدفع الناتو إلى والولايات المتحدة تحديدا إلى إعطائها مكاسب وتفويض في سوريا وأوكرانيا، ومنع يعني الناتو من مد نفوذه تحديدا في المناطق المحيطة بروسيا في أوكرانيا مثلا. هذه النقطة التي لا تزال عصية على التحقق بالنسبة لروسيا، يعني بمعنى أنه لا تزال هناك فرصة لانضمام أوكرانيا والدول المشابهة لها إلى الناتو، وهذا يشكل خطرا بالنسبة لروسيا على أمنها القومي. نعم، الأستاذ محمد سالم باحث من مركز جسور للدراسات كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا لك. طالبت روسيا في تصريحات سابقة القوات التركية بالخروج من سوريا. حلب اليوم استطلعت آراء المقيمين في الشمال السوري بالطرح الروسي، إليكم بعض هذه الآراء. اتوقع انه يصير في تصعيد من خلال الروس، عرفت، بس ان شاء الله يعني تركيا ما بتنسحب من هالمناطق ولا من هالاراضي، عرفت، لانه الرئيس اردوغان حذر قبل هالمره انه نحن لازم نحمي السوريين ونحن باتجاه المظلومين. ان شاء الله ما بصير يعني التصعيد زياده ولا بتنسحب تركيا من هالمناطق. والله بتتوقع كل شيء، جوز يصير ضرب جوز ما يصير في ضرب، هو ما عم تروح غير على الاهالي وعلى الشعب وعلى العالم كله، يعني الله يفرج احسن شيء. تركيا يعني معانا، يعني عم يساندنا بكل شيء، يعني انه اذا انسحبت تركيا يعني بدهم يفضوا الجو لحالهم، عرفت علي شلون؟ هلا تركيا مخفف عنا ضغط كثير، بقى الله اعلم، هاي من وجهه نظري يعني انا، انه تركيا وجودها بسوريا شيء ايجابي مو سلبي. يا اول شيء تنسحب هي بعدين تقول للعالم انسحبوا، تنسحب روسيا بعدين تقول للعالم انسحبوا، مزبوط؟ بدي يبلش بحاله مو يبلش بغيره. بالنسبة للتصعيد تتوقع انه تصعد روسيا ضد تركيا في اي فترة؟ والله عطول في تصعيد على الطاولة شكل، تحت الطاولة في شكل كمان، ايه كل منها خيو حسب مصالحه، حسب مصالحه ويشتغل. أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة مرسوما بتعيين السفير وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية للبحرين في سوريا بلقب سفير فوق العادة، والذي يفوضه بصلاحيات استثنائية. وكانت المملكة البحرينية قد أعلنت إعادة افتتاح سفارتها في دمشق أواخر عام 2018 بعد يوم واحد من افتتاح الإمارات سفارتها بشكل رسمي، وبعد أن كانت من السباقين إلى إغلاق السفارة
الحرب في سوريا وقطع العلاقات مع نظام الأسد في آذار عام 2012. قال مركز الأبحاث الإسرائيلي ألما إن حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوية قرب دمشق وفي جنوب لبنان في خطوة رجحت صحيفة جيروزليم بوست أنها للتصدي للضربات الجوية الإسرائيلية. وأوضح رئيس قسم الأبحاث في المركز للصحيفة أن حزب الله نشر بطاريات صواريخ أرض جو التي يمكن أن تشكل نظريا تهديدا للطائرات الإسرائيلية العاملة فوق لبنان، متحدثا عن احتمالية تدريب حزب الله مقاتليه على المنظومة باور الدفاعية الإيرانية القادرة على استهداف القاذفات والمقاتلات والطائرات الشبح والطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وحدة دعم وتمكين المرأة تجري انتخابات اللجان النسائية في عزاز بريف حلب. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أقرت مجموعة بانكر هولدينغ الدنماركية وهي إحدى أكبر شركات شحن وتوريد الوقود في العالم بحكم محكمة دنماركية أدانتهما بانتهاك الحظر الأوروبي على سوريا بعد بيعها وقود الطائرات إلى الجيش الروسي في سوريا بحسب وكالة رويترز. وفرضت المحكمة على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت قرابة 4.5 مليون يورو وحكم على مدير بانكر هولدينغ التنفيذي كيلد ديمانت بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وينضم إلينا الأستاذ بسام العيسمي عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية السورية من فيينا. أهلا بك أستاذ. حسب رؤيتك للموقف، كيف سينعكس قرار المحكمة الدنماركية على الشركات التي تتعامل مع نظام الأسد؟ تحياتي لك سيدتي وإلى السادة المشاهدين. الاتحاد الأوروبي الحقيقة ليس حديثا فرض عقوبات على نظام الأسد. العقوبات هي من أيار لعام 2011 وكل سنة تتجدد هي العقوبات، ولكن الملفت للانتباه أن هذا القرار هو القرار الأول الذي يصدر أوروبيا، قرار محكمة أوروبيا يطال من يدعم الأسد أو يورد بعض الأسلحة أو الحقيقة المواد يعني التي تدخل ضمن الحظر ضمن العقوبات الأوروبية. العقوبات الأوروبية طبعا هي الحظر على توريد الأسلحة وعلى الموارد النفطية وعلى النظام المالي لنظام الأسد البنك المركزي يعني. فأكيد المسألة سيدتي تتعلق بالأجواء السياسية العامة الأمريكية تحديدا والأوروبية. أنا أتصور أن بدأت يعني تقلص من الفضاءات التي كانت ممنوحة لنظام الأسد. نعم أستاذ، يعني هي العقوبات الأوروبية، العقوبات الأمريكية، قانون قيصر، بس الحقيقة يا سيدتي ليست هناك عقوبات تسقط نظام. نعم يعني بعد أستاذ، بعد هذه المحاكمة هل ترى أن هناك توجه أوروبي لزيادة العقوبات على نظام الأسد لإيقاف التطبيع معه؟
نعم سيدتي، أرى أن هذا الاتجاه سوف يتعزز ويتصاعد، لأنه نظام الأسد يعني كل الأطراف وصلت إلى نقطة مسدودة وحالة لا يمكن يعني السير بها. النظام لم يعد بالإمكان أن يعاد تعويمه بشكل أو بآخر، أنه هذا النظام منتهي، لكن النظام قائم الآن لأنه ما وضعين يعني المجتمع الدولي لن يضع المسألة السورية أو الملف السوري على الطاولة، وهذا يعني هو إنعاش هذا النظام ولكن ليست إعادة إنتاجه، فبالتالي هو بغرفة الإنعاش حتى يأتي النظر في تقاربات ما إلى هذا الملف، وبالتالي نظام الأسد لا يمكن أن يتحمل المجتمع الدولي لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا تحت أي اعتبار هذا النظام الذي قام بكل هذه الجرائم ضد السوريين. الأستاذ بسام العيسمي عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية السورية، كنت معنا من فيينا، شكرا لك. شكرا. أكد رئيس جمعية اللحامين في دمشق وريفها أدمون قطيش أنه ليست هناك زيادة في عدد الذبائح اليومية مع قرب عيد رأس السنة، حيث يذبح يومياً 1500 خروف و80 عجلاً بحسب صحيفة الوطن الموالية، وأرجع قطيش قلة الطلب على اللحوم الحمراء لضعف القوة الشرائية، متوقعاً أن يتحسن الطلب على اللحوم في ليلة رأس السنة ولكن بنسبة ضئيلة. قال نائب نقيب الأطباء غسان فندي في مناطق سيطرة النظام إن الرغبة لدى الأطباء تتجه نحو اختصاص التجميل، على الرغم من وجود اختصاصات نادرة في سوريا منها التخدير والصدرية والجراحة الصدرية وأطباء العصبية والجراحة العصبية. ولفت فندي إلى أنه تم تخريج أطباء مختصين في التجميل خلال السنتين الأخيرتين أضعاف عدد الأطباء المختصين بهذه الاختصاصات النادرة، متوقعا أن عدد الأطباء في سوريا ما بين 25 إلى 27 ألف طبيب بحسب صحيفة الوطن الموالية. قدمت إدارة شرطة ولاية إزمير غربي تركيا شكوى جنائية بحق رئيس حزب النصر المعارض أوميت أوزداغ على خلفية مقطع صوره داخل متجر صائغ سوري يحمل الجنسية التركية ونشره على حسابه في تويتر. ونقل موقع خبر ترك أن الشكوى التي قدمتها شرطة إزمير إلى مكتب المدعي العام تتهم أوزداغ بإثارة الكراهية والعداوة بين الناس وإساءة استخدام النفوذ والمساس بخصوصية حياة الآخرين. وكان أوزداغ قد أثار الجدل بعد نشره مقطع فيديو وهو يزور صائغ ذهب سوري في ولاية إزمير، موجها إليه عددا من الأسئلة التي وصفت بالاستفزازية. بهدف تخفيف الأعباء على طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية، مطور ويب يطلق منصة تعليمية مجانية لتوفير الخدمات الدراسية للطلاب بشكل مجاني في إدلب. في زحمة الظروف القاسية يجتهد الشاب أحمد ويجعل من عمله الذي أورثه الله موهبة لخدمة الطلبة السوريين في إدلب عبر إطلاق منصة تعليمية إلكترونية لتخفيف تكاليف وعناء الدروس عنهم. وانقطعت العملية التعليمية لأكثر من 3 أشهر وما كان في أبداً تواصل بيني وبين المدرسين، ووقتها أنا كان في عندي تقديم لشهادة التاسع الأساسي، تعذبت كثير بهي الفترة، فأنا بما أنه عندي خلفية سابقة بالبرمجي قلت لحالي ليش ما بعمل برنامج يحل لي هالمشكلة، مشكلة النزوح أو مشكلة عدم ذهابي للمدرسة أو للمعاهد. فصرت جمع الأفكار وايش بدي اقدم بالبرنامج للطلاب والمدرسين، جمعت كل الافكار وظبطتها كلها لحتى ابدا من سنتين على هي الفكره وانشئ فيها تطبيق. خدمات كثيره يقدمها التطبيق، منها المكتبه الالكترونيه التي تحتوي على 200 كتاب، بالاضافه الى مناهج ونوط لطلاب الشهادتين الاساسيه والثانويه والتي تلبي احتياجات الطالب الدراسيه. الحمد لله بعد جهد كبير تم إنشاء المنصة ورفع التطبيق على سوق بلاي، وصار التطبيق متاح للجميع، وحاليا مسجلين بالبرنامج أكثر من 1600 طالب. ولكن واجهتنا بعض الصعوبات من ناحية المدرسين أو تأمين الكادر، أن المدرس الفكرة جديدة عليه
والبرنامج المتابعة للبرنامج تتطلب وقت وجهد كبير، فالمدرس ما عم بيحسن يستوعب البرنامج أو يفرغ وقت كبير للبرنامج لأنه ما في مشجع أو ما في مردود. وجد الطالب زكريا ما يطلبه في هذا التطبيق، حيث يتمكن من مناقشة درسه مع أستاذه عبر خدمة المراسلة الفورية والتي تتيح له إرسال الأسئلة. سمعت عن البرنامج عن طريق الإعلانات اللي انتشرت عبر الواتس والفيسبوك. بعد ما أنا أول شيء هيك استكبرت الموضوع مع أنه فيه هيك فكرة عملاقة بهالموقعنا بالمحرر المنطقة ضيقة. بعد ما نزلته وجدت أنه فيه إفادة كبيرة من ناحية الطلاب الماديات الضعيفة، لأنه تطبيق مجاني. منصة تعليمية تسهل عملية التعليم للطلاب للنهوض بهم بمستويات متقدمة وتساعدهم للحصول على النصائح والخطط الدراسية. حفص رمان، حلب اليوم، إدلب. بهدف تعزيز دور المرأة السياسي، أجرت وحدة دعم وتمكين المرأة في مدينة عزاز بريف حلب انتخابات اللجان النسائية الفرعية ضمن مشروع حوكمة المؤسسات النسائية. انتخابات شفافة وضرورية لتفعيل دور المرأة السورية في الحياة السياسية. بهذا الوصف جرت انتخابات اللجنة النسائية الفرعية التابعة لوحدة دعم الاستقرار، انتخابات أجرتها وحدة دعم وتمكين المرأة في مدينة عزاز ضمن مشروع حوكمة المؤسسات النسائية. انتخابات اللجنة النسائية الفرعية اليوم بعزاز هي الانتخابات الخامسة، سبقها بجرابلس قباسين بزاعة الباب، واليوم بعزاز في عنا 10 مرشحات لمنصب رئيسة اللجنة الفرعية والمعاونة وأمينة السر. الهدف من المشروع ككل حوكمة المؤسسات النسائية هي أن النساء تكون قادرة أنه تأخذ قرار، النساء تكون موجودة بالعملية الانتخابية لحتى يوما ما بمستقبل سوريا لما يكون في عنا انتخابات على مستوى البلد تكون النساء قادرة أنه تشارك وبتعرف حيثيات العملية الانتخابية. لمناصب رئيسة اللجنة النسائية الفرعية ومعاونة رئيسة اللجنة وأمينة السر ترشحن 10 نسوة، وتم انتخاب أسماء منهن بحضور مراقبين ومراقبات من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة لتشكيل لجنة انتخابية ولجنة طعون مختصة. اليوم انتخابات للجنة عزاز النسائية اللي هي بتصير كل عامين، تجديد عضوية ل رئيس اللجنة والنائبة وأمينة السر. اليوم أنا توصيفي مشرفة ضمن اللجنة الانتخابية. الأجواء كانت كتير حلوة، عندنا 281 ناخبة لعشر مرشحات. انتخبنا فيما قبل، قمنا بهاي الجولة الانتخابية بمدن سابقة بجرابلس وبزاعة وقباسية والباب. يهدف المشروع لرفع قدرات النساء مؤسساتياً وتطوير السياسات العامة في المجالات السياسية والوساطة بين النساء والمؤسسات والمجتمع في عموم الشمال السوري، ويبدو أن نتائجه لاقت استحساناً في ظل بيئة متعطشة لأجواء الحرية والديمقراطية. مع ازدياد خطاب الكراهية من قبل أطراف عدة تهدف لزيادة الشرخ بين الشعبين السوري والتركي، أقيمت في مدينة اسطنبول ندوة حوارية ثقافية حول الحقائق والشائعات المتعلقة بالسوريين في تركيا. تحت عنوان الحقائق والتطورات الخاطئة حول وجود السوريين في تركيا، أقيمت ندوة حوارية ثقافية حضرها العشرات من الأتراك والعرب، تبادلوا فيها الأسئلة والاستفسارات مع رئيس قسم العلوم السياسية وأحد أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة اسطنبول ميديبول، وذلك في مقر منتدى حرمون الثقافي بمدينة اسطنبول. الهدف من هذه الندوة أن نؤسس حوار مشترك سوري تركي من خلال مراكز الأبحاث، من خلال الجامعات والأكاديميين. لذلك دعونا 2 من الأكاديميين لديهم كتاب مهم عن السوريين وعن التصورات الخاطئة وما هي الحقائق حول السوريين. الخطوط العامة التي يتم مناقشتها بهذه الاجتماعات مهمة لبناء الأفكار والآراء حول المجتمعين وخصوصا للوسط التركي، وهي ندوات مفيدة للغاية وأدعو الجميع للمشاركة. لأهداف عديدة حضر الندوة العديد من النشطاء والمثقفين من كلا الطرفين. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن لكل جانب مظلم آخر مشرق،
فرغم وجود العديد من الوسائل التي يسعى من خلالها عنصريون لتأجيج الفتنة والشائعات التي تسببت بحالات قتل وإجرام ببعض الحالات، تبقى هناك مئات المنابر التي يسعى من خلالها إنسانيون لإظهار الحقيقة والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة. في مجتمع سوري كامل في نجاحاته بمشاكله بعجله وبجله غير موجود، مغيب تماما عن علامته. قدومنا إلى هذه الندوة كان بقصد يعني التواصل مع المسؤولين الأتراك أو ناس من المجتمع المدني التركي أو من رجال الفكر والسياسة الأتراك، عسى ولعل أن نستطيع في يوم من الأيام أن نقلل هذه المشاكل إلى الحد الأدنى أو ننتهي منها بشكل كامل. استمزاج الآراء واستمزاج ومحاولة استنباط الحلول لمعالجة هذه المشكلة، لأنها وصلت إلى حد غير مقبول. جهود كبيرة تبذل لأجل هذه الملتقيات التي من شأنها أن تخفف التوتر وتسرع الاندماج بين الشعبين، سعيا وراء الحقيقة وبهدف الوصول للمعلومة الصحيحة وإيصالها. يجتمع هنا نخبة من المثقفين الأتراك والسوريين بجلسة ثقافية تهدف لتعزيز الاندماج بين كلا الشعبين. حسين الزايدي، حلب اليوم، مدينة اسطنبول. وصلنا إلى نهاية النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء.